السلام عليكم. في هذا الفيديو حنصمم الشكل الهندسي هذا باستخدام برنامج سكتش اب. فكيف واضح امامكم من الشكل هذا انه عبارة عن قاعدة مستطيلة بعدها 20 في 30 وفي دخلة بسيطة هنا مسافة 5 سنتيمتر. بما ان القاعدة مستطيلة 20 في 30 فلا بد من استخدام المستطيل اللي هو الريكتانجل تحدده، ثم ترسم من نقطة البداية هنا مستطيل عشوائي. لاحظ البعد متاعها عشوائي، فكيف نعدله؟ نضغط على التاب من الكيبورد، لاحظ ان اصبح باللون اصفر، وتدير 20.30 ثم انتر، وهيك درنا اول شيء. يبي نرفع رفع مساحي بمسافه 5 سنتيمتر، فنختار البول اند بوش ونرفعه، تضغط كليك ماوس ايسر وترفعه بمسافه، تضغط على 5 ثم انتر، وهيك رفعته بمسافه 5 سنتيمتر. الدخله البسيطه هذه مسافتها اول شيء من هنا لعند هنا 12.5، والدخله 5 سنتيمتر. فكيف نديره؟ لابد من استخدام أداة مساعدة اللي هي الميجرمنت أو التيب اللي هو المسطرة. نحدد المسطرة، فنحدد من النقطة هذه لعند هنا نكتب 12.5 ثم انتر، وهيك دار لي اللي هو الخط المساعد. ثم لو كان أنا جددت البول أند بوش وحددت من سطح هودرته هيك، لا عزيزي احنا لا. كيف نديره؟ نختار اللاين ونفصل او نوصل السطح العلوي بالسفلي، هيك اصبح عندي زوز مساحات، المساحه هذه والمساحه هذه، المساحه هذه والمساحه هذه. فنقدر ندخلها الداخل بمسافه 5 سنتيمتر وندير انتر. كويس. نبي ندير الظهر. الظهر ركز معي عباره عنا كنا مستطيل ومنحي منه المثلث هذا، فكيف نديره؟ في اكثر من طريقه، فالطريقه الاسهل بنقولها لك ان قبل اي شيء احنا لابد ما نمسكه هذا، ثم بعد ذلك نديره نفس الشيء اللي هو مسطرة ثانية اللي هو ميجرمنت، وتحدد مسافتها لعرضها اللي هي 5 سنتيمتر، تحدد من هنا مسافتها 5 ثم انتر. كويس. ثم بعد ذلك تحدد خط مستقيم وتوصله بالكيفية هذه. باهي يا استاذ، كيف نرفعوه لأعلى؟ لاحظ ان المسافة من اسفل لعند اعلى، من اسفل نقطة لعند اعلى نقطة 40 سنتيمتر. فتجي تحدد اللي هو نفس الشيء أداة المساعد اللي هو الميجرمنت، نبي نرفع عليه 40. تحدد المسطرة، ثم تعال من النقطة الخلفية من هنا، طبعا من أسفل قلنا لعند أعلى مسافة 40 ثم انتر 40 سنتيمتر. ممتاز. إذا تو بإمكاني نرفع الشكل المستطيل هذا لأعلى وأصبح شكل مستطيل بالكيفية هذه. أمسح الخطوط المساعدة، أمسح الخطوط المساعدة. والله في أكثر من طريقة باش نديرها، لكن خليكم أسهل طريقة، او خلي نديكم طريقتين. باهي. الطريقه الاولى هي انك انت تدير اللي هو تحسب المسافه هذه 15 سنتيمتر، تحدد مسافه اللي هو اول شيء نديروا اداه مساعده المسطره، تدير مسافه من هنا لعند هنا 15 ثم انتر، ثم توصل خط مستقيم هيك من هنا، او خليه بالكيفيه هذه مش مشكله، مش مشكله بقى، خليه حتى هيك، او دير تقدر تدير خط مستقيم، او دير خط مستقيم. باهي. كويس. احنا باش نديروا الحواف ونحركوها لابد من الموف، الموف هي اللي تحرك الحواف. فلو جت هنا بنحرك الحافه هذه حتجي بالكيفيه هذه، لان في حاجه غلط درناها. باهي. في حاجه غلط، وهي شن هي؟ وهي انك انت لابد ما تفصل الجزء السفلي من هنا لعند هنا، ثم نختار الموف للحافه هذه، لان الموف هي تحرك الحواف من هنا لعند هنا. وكأني حركتها كيف ما نبي. هذه الطريقة الأولى لعمل اللي هو الظهر. الطريقة الثانية، الطريقة الثانية وهو أنك أنت بما أنك درت خط مستقيم من هنا، حدد خط مستقيم من هنا لعند هنا، ثم تعال البوش واختار هو وديرها لعند الأخير. هذه الطريقة الثانية، واختار الطريقة اللي تناسبك. في أكثر من طرق، في أكثر من طرق، بس مش جيد في بالي، في هلبة طرق. كويس. خلينا نمسح هذا القياس هذه، أمسحها معش نبيها. ثم بعد ذلك ندير المثلث في المنتصف هذا، طبعا مسافته من هنا لعند هنا 10 سنتيمتر. فنحدد اللي هو أداة قياس وندير مسافة من هنا لعند هنا 10 سنتيمتر، دير 10 ثم انتر. كويس. لاحظ هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن مستطيل وداخل الداخل. باه. كيف نديره؟ ارسم مستطيل من النقطة هذه السفلية لعند هنا مستطيل عشوائي. لاحظ بعد العشوائية 5 في 22.7، لكن احنا عندنا قداش؟ 5 في 25. فتضغط على التاب وتدير 5.25 اللي هو البعد الاصلي. باهي. ثم بعد ذلك تعال حدد اللي هو دير بول اند بوش، وحدد سطح هواء وديرها لعنده من عم يعطيك اللون الاحمر.
يعني كأنه من الحافة من هنا لعند الحافة هذه، ثم حدد خط مستقيم من هنا لعند هنا باهي، ثم اختار البول اند بوش ودير العمي ولي اللون الأحمر بالكيفية هذه ينحيه لك. وهذا هو التصميم متاعي، هذا هو التصميم متاعي باهي. باش تحدد الأبعاد تعال خود اللي هو الدايمنشن وحدد الأبعاد كيف ما يعجبك، من النقطة هذه لعند النقطة هذه 30، نفس الشيء من النقطة هذه لعند النقطة هذه 7.5، بعدين من النقطة هذه لعند النقطة هذه اللي هو 12.5، وهكذا من النقطة هذه لعند النقطة هذه 40، وهكذا تكملهم لعند الأخير. باش تلونه آخر حاجة التلوين، تعال خذ السطل واختار اللي هو اللون المناسب اللي يعجبك. لكن قبل أي شيء لو كان إني حددت اللون المناسب وليكن هذا، حيدير لي بالفيس أنا نبيه كله. باش ديره كله لابد ما تجمعه، تحدده أول شيء، تحدد الشكل كله، تحدد الشكل كله هذا تحدده، ثم دير كليك ماوس أيمن ودير له ميك جروب. هيك أنا جمعته طبعا قبل ما أدير الأبعاد. وتعال خود اللون ودير لون بالكيفية هذه هيك يلونه كله مع بعضه. وهذا هو بالنسبة للتصميم، نتمنى تكونوا استفدتوا معي. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.